الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الحضور الكرام، بجميع أسمائكم وعناوينكم ومراكزكم الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا تتجدد قافلة الحياة والنور كل سنة على ازدهار شجرة أخرى من أشجار الحضارة. بعد رحلة الدراسة والضوء من أجل الإصلاح وبناء الحياة على المحبة والجمال، إنهم فعلاً مصابيح العراق، مصابيح المسيرة. هؤلاء الضوئيون أبناء الشمس الذين تموجوا مع خيوطها لا نعيم، عاشقين أوفياء. كان الحرف ماءهم وشراعهم الكلمة التي تسكنها روح الفضيلة التي عطرها الله بنعمته وقرآنه وأهل بيته عليهم السلام. يا منهج الاستقامة في طول النخيل وتفرع الشجر، ويا روض الروض وعناية الرحمن، شباب العراق الناهض، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، وأنتم تضيئون هذا المكان بحضوركم البهيج. تهنئة من القلب الذي أنتم نبضه، أحييكم وأفرش روحي لعطركم أيها المتخرجون. أيها الأحبة، خير ما نفتتح به حفلنا هذا آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا المقرئ الشيخ قاسم أجبوري، فليتفضل ولكن مسبوقا بعاصفة من الصلوات. طيب وفاكم ذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأحبة، لمن ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة من أجل أرض الوطن الطاهر، أيها الأحبة، نقف أيضاً لقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق ولا سيما شهداء العلم والمسيرة التربوية التعليمية. شهداء العراق نجوم تأبى الأفول، لذلك يستحقون منا هذا الوقوف. أيها الأحبة، الأب الخلوق، الصديق الصدوق، عميد الورد والكلام الجميل، نبع المحبة الذي تحبونه ويحبكم، مع كلمتي عميد الجامعة الإسلامية الدكتور عمار عبد الأمير السلامي فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور، السيدات الكريمات، الأخوة والأخوات، الخريجين والخريجات، إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لنفسي، أبارك للعوائل الكريمة، أبارك للأساتذة الكرام، أبارك للآباء والأمهات، أبارك للطلبة والطالبات هذا اليوم السعيد، هذا اليوم المبارك بذكرى تخرج الدفعة التاسعة
من خريجي قسم الدراسات القرآنية واللغوية في الجامعة الإسلامية، وهي الدفعة الأكبر. ابتدأنا قبل 13 عاماً بدفعة مباركة بأربعين طالب وطالبة لقسم الدراسات القرآنية واللغوية، واليوم جامعتنا بحمد الله سبحانه وتعالى في النجف وفي بابل وفي القادسية اليوم نخرج 800 طالب وطالبة من هذا القسم. أرى بعض خريجين الدفعة الأولى أمامي، فأهلاً ومرحباً بهم وبأولادهم الذين هم الآن طلبة أيضاً. أفتخر بأنني شاركت ولو بجزء بسيط بإعداد هؤلاء الطلبة، بتسليحهم بهذا السلاح، وما أجمل سلاح القرآن، ما أجمل شهادة للطالب أن يأخذ شهادة بالقرآن واللغة العربية. 800 مشروع خير وبناء وصلاح ونور لبناء العراق العزيز، 800 زهرة، 800 شجرة يانعة، شجرة مثمرة تفيء بظلالها على عراقنا العزيز بثمر معطر بنور القرآن الكريم. أدعو من الله سبحانه وتعالى أنكم قد استفدتم وأنرتم قلوبكم بما درستموه طيلة هذه السنوات. هذا النور الذي دخل في قلوبكم، الذي أنا متأكد أنه سينعكس على سلوككم وإيمانكم وروحكم الطيبة الطاهرة، وينعكس على عوائلكم، ينعكس على عشائركم الكريمة الأبية، ينعكس أيضاً على بلدكم الذي هو في أشد الحاجة في هذه الأيام، هو محتاج إليكم. كذلك القرآن الكريم سوف يكون شاهداً عليكم، لأنكم أهل اختصاص، لأنكم اطلعتم أكثر من غيركم من بقية الأقسام على التعاليم القرآنية، بالالتزام، بالعبادة، بحب الوطن، بالإيمان، بالتمسك بالأخلاق القويمة، وأنتم أهل لذلك. فألف تحية لكم ولعوائلكم الذين تعبوا معكم، وألف سلام لمن لم يحضر بجسده معنا ولكن قدم بروحه ومباركته معنا. فأهلاً ومرحباً وسهلاً بكم مرة أخرى، وأشكر الأخوة من الطلبة القائمين على هذا الحفل المبارك، الحفل الذي يليق بطلبة قسم القرآن الكريم، الذي يليق بطلبة الجامعة الإسلامية، الذي يليق بأولاد علي بن أبي طالب، الذي يليق بمحافظة النجف الأشرف. فأهلاً ومرحباً بكم، نزلتم أهلاً وحللتم سهلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عميد الجامعة الإسلامية الدكتور السلامي، شكراً لكلمتك وشكراً لأمنياتك، وجزاك الله عن الخريجين خير الجزاء. أنا العراق، أنا العراق هواء الكون من رئتي، بل كل شبر تباهى بالنبوآت. أنا العراق ندياً جئت أحملني لتستريح من الترحال راياتي. أتيت أبحث عن جرح يضمدني، هل لا سمعت بجرح للضمادات؟ وجدت جرحك فوق الرمل مئذنة، كأن أصواتها تغزو فضاءات. القلب الكبير بالشجر والذكريات،
وسيرة الضوء، رئيس مملكة السنابل، مكارم النخيل، مكارم النخيل والثمر، الماء العذب، إنه الأستاذ الدكتور زهير غازي زاهد، رئيس قسم الدراسات اللغوية والقرآنية في الجامعة الإسلامية، لنستمع إلى كلمته منصتين إلى قامته الباسقة، فليتفضل مسبوقا بعاصفة من التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك لكم أيها الأولاد أيها الأبناء والبنات، أهدي لكم بيت شعر أقول لكم تهنئاتنا والشعور، لكم تهنئاتنا والشعور وعبير حياتكم وزهور. إن شاء الله تكون حياتكم عبيرا وزهورا. الحق أن الأساتذة في كل الجامعات وفي الجامعة الإسلامية أيضا عملهم أو أهم غاياتهم أنهم يفتحون الطريق، يفتحون الأفق العلمي لأبنائهم وبناتهم، وبالنتيجة كما يقول شاعر العرب الجواهري: نفتخر بكم، نقول فخرنا أن كشفناه لكم، واكتشاف الغد للأبناء فن، لأن اكتشاف الغد ليس سهلا على غير العلماء. فأساتذة الكليات دائما والمخلصون خاصة يكشفون أجواء العلم، يكشفون أجواء الحياة لأولادهم وبناتهم لكي يستطيعوا أن يكملوا الشوط بعد أن ينتهوا من هذه الشهادة ويبدأون الحياة بدءا حسنا. أكرر مباركتي لكم ورجائي وفرحتنا جميعا أن تكونوا رسلا، رسل ثقافة إسلامية في حياتكم وفي مجتمعكم. هذا الذي يفرحنا، يفرحنا تخرجكم وأن تحصلوا على ما أردتم من هذه الجهود التي بذلتموها، وفرحنا أكثر حينما نراكم مفخرة فخرا رسل ثقافة في مجتمعكم الذي ينتظركم. وبارك الله بكم والسلام عليكم. شكرا لقامتك الباسقة أيها الأستاذ الدكتور البارع المتمكن زهير غازي زاهد، شكرا لهذه الكلمة والأمنيات. يقولون هذا موطن لا يعاشر، يقولون هذا موطن لا يعاشر، وشعب من البلوى وأرض مقابر. بلى موطن من عنفوان وهيبة وتأريخ أحلام وجرح مكابر، وفي رونق الأيام، وفي رونق الأيام فتوى حمامة بأن البدائيين طفل مغامر، وفي لعبة الصبر احتمال وريبة ومستقبل من بعد ما ضاق زاهر. بصيرورة الإنسان
بصيرورة الإنسان كنا ملامحا تناسخ منا الأولون وغادروا عراقية تلتم غيمات حزننا وتشتد أعيادا إذا النصر ماطر إذا كان ماضينا حسينا وكربلا وما بعده المهدي حلم مسافر وما بين ضوئين افتتحنا نهارنا وفي نبرة الآتين تأتي البشائر وكم داعشي شد للقتل كفه ففزت بنا روح وهبت ضمائر عراقية هذه العيون التي ترى عراقا إذا صلى تلبي المشاعر. أيها الأحبة، مع كلمة الطلبة ومع ممثلهم الطالب هادي زهير آل ناجي فليتفضل مشكورا مسبوقا بتصفيق حار أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سادة الحضور الأفاضل، يسعدني ويشرفني أن أقف أمام حضراتكم ممثلاً لباقة شبابية واعدة غرفت من منهل ثر قيم بمدينة العلم والعلماء والتأريخ والتراث والعلوم الإسلامية واللغوية فقهاً وشريعة وبلاغة وبياناً وفنون أدب أغنت السفر الإنساني بنفائس المؤلفات والكتب والتفاسير والمعاجم والدواوين حتى صارت مراجعاً معتمدة في كل الجامعات العالم ومؤسساتها التربوية والعلمية والأكاديمية. هذه المدينة هي مدينة النجف الأشرف، مدينة أمير المؤمنين علي عليه السلام، سيد الإعجاز البلاغي والنحوي والبياني واللغوي، وأمير الفكر والعقيدة والإصلاح المجتمعي والاقتصادي والحضاري والمعرفي، حتى صارت النجف الأشرف حاضرة ومؤلاً لكل تلكم العلوم الإنسانية والمعرفية، فكانت مقصداً للكثير من المفكرين والعلماء والباحثين، وقد تخرج منها خيرة عباقرة الفكر والشريعة واللغة والشعر والأدب، لا قصر لهم انتشروا في أكثر بقاع العالم ليعيدوا للفكر بهاءه وجدواه بين مجدد ومحدث ومحقق. ونحن سادة الحضور يعترينا الأمل أن نكمل بعض مسيرة هؤلاء الأفذاذ بالتطبيق والتأثير، معتمدين على ما نهناه من حضراتكم أساتذتنا الكرام. وفي الختام، شكرنا الجزيل كونكم أساتذة وآباء ومراجعا، كنتم لنا خير عون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أيها الأحبة، أيها الحضور الكرام، للشعر حضور في هذا اليوم المهم في ضمائرنا المحبة للعراق، المحبة للإنسانية، المحبة للثقافة والإصلاح والبناء. أيها الأحبة، مع الشعر الجميل والصوت الشجي والقامة المبدعة الباسقة، مع الشاعر العراقي المبدع وسام البصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومبارك لأخوتي وزملائي طلبة
قسم علوم القرآن والدراسات اللغوية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح والعطاء. في الوقت الذي نحتفل به بتخرجنا أيضا هنالك عوائل وهنالك شعب يحتفل بانتصارات أبنائه على جبهات القتال ضد عابري الحدود والشرف لتدنيس أرض عراقنا الحبيب. ولكن قبل الولوج في الشعر راجيا أن تكرمونا بشيء من الهدوء لنطعمكم حبا وترافة وما تشاءون. لا تعلم الفلح درب البساتين، لا تعلم الفلح درب البساتين، يذريك التعب والشوف ينزاح، لغب بين السواج وعسف الاجدام مو كلمه لزم ارواح فلاح. لا تعلم الفلح درب البساتين، يذريك التعب والشوف ينزاح، لغب بين السواج وعسف الاجدام مو كلمه لزم ارواح فلاح. افزع لك زلم ما شايف الخوف، منايا وعد جروح صوابهم طاح، طلبوا صولة من صولات ابو حسين ردوهن شعب ما رايد سلاح. ريشك طلبوا صولة، طلبوا صولة من صولات ابو حسين ردوهن شعب ما رايد سلاح. ريشك مو حلال او جنحك قصير، زحمة من النوار استكسر جناح، جنح دجلة وفرات ودمعة ايتام، وجنح ثورة حسين وخفقة رماح. هزجد على الصبر بينا ووقع صوت، هزجد على الصبر بينا ووقع صوت، ابشر يا صبر نزلت لك ارواح، وحدنا اشترى بدم الفراتين وعلى صدر الوطن علق هنا وشاح. ما قل لك صبرنا، ما قل لك صبرنا وتفرج الريد، لا بيد الفرج سلمنا مفتاح، سكتنا بكثر ما نتباهى بالضيف، شنا دموع حرة بعين تمساح، شدينا الحواجب ويا العيون خافوا الجرنة كسرة ويعبر صياح. ما صرنا عبث لا عدنا مشروع، جينا بزود طف ورايد اصلاح، شربنا من الشجاعة بحب ابو حسين وهزينا الفناجين ويا الرماح، وعن نفس المهد رضعنا صولات، شربنا من الشجاعة بحب ابو حسين وهزينا الفناجين ويا الرماح، وعن نفس المهد رضعنا صولات، يومي الفجر جايب لي ذباح، واقعد والقبل محضر متاع وام تقل اخوي ايش ضال الواح، اخوك يريد كان تابوت للموت وودت بيد دمع الخالنا الراح، واما انتك تقل بصف ابو حسين، بصف ابو حسين اذا اراد الوطن يعني ترتاح. سادتي الاكارم، من معاناة إلى معاناة ولكن كلها أفراح ما دمنا نقف بوجه الفاسدين. بعد 16 سنة دراسية لم يكن لفايل التعيين ملاذ سوى في محرقة من يهمهم الأمر، فإليهم أقول مشكور الحزن ما قصر وياي، مشكور الحزن ما قصر وياي، شي يسوي الفرح يم التماثيل، انا شاكل الذمة بريت على لا تاخذ نفس راحة وبالهوى تميل. الحمد لله زرعت بقاعنا احساس وشبعتنا وصدر للمقابيل، ببستان الصبح زارع الفيروز وعلى خدود المسشات المواويل، وعلى وجوه الغرف راسم شهادات جبتها بوقت برديت اساطيل، واحب امدح بروحي بكل الاحلام لان كلمه الحق تريد تعليل، اذا تدنى لي بثوب عذراء وتهز جذع فكري ينزل نجيل، جبت 16 شيبه من المعاناه بوقت بي كان يحلم يفتر الميل، وتخرجنا وحسبنا نعمر بيوت ما حسبنا تتعمر مراقيل، ويمتد بين لوعه ولوعه دخان وينزل بين حسرة وحسرة سجيل،
جمر النار بيهن يحرق الروس وجمر صفناتهم بيحرق والجيل يحكم نبرها واحلان وتعيين شقد كعب الصبر نطلع الفيل وارجع وانفرد يحكم نبرها واحلان وتعيين شقد كعب الصبر نطلع الفيل وارجع وانثر كل ضحكة شكليت وعلق لافتك ادولك شخيل واشيل من الجرح تمر بحض النار واخلي من الشعر تضوي القناديل انا الما قصرت ايدي بحدة الشوف ولا خليت عين الصب تواسيل صح جريت اذنها خايف تروح تزرع شوفها بسد الشناشيل انا بشف ذهب صح جريت اذنها جريت اذنها خايف تروح تزرع شوفها بسد الشناشيل انا بشف ذهب انا بشف ذهب بس ماكو شرا يستثمرهن ويربح مثاقيل وختاما كما ابتدانا وجهت الشعر وتفوض الاحساس وجهت الشعر وتفوض الاحساس إلى من بالقلب اسمه بفخر ينقش إلى من عالسواتر بن أحلام جبال جفلها السواتر وشردت كلش يعرفهم زلم بالشدد نخوة وزود واحدهم بلب الخاطر مفتش ما بينا الوقع والتان ربع يقوم ولا بينا البقى بحضن الحر ويرعش ولا بينا النفخ روح على ربع وجار والتاني يمت من المناية يفش جبناها كثر ما صعد عدنا السوق بعيون الرطب ما يصغر الكشمش ولا عفنا الكرم العزة نعرف وين ما دلونا هلا بشلمة المامش واحدنا لو انك تعتني خطار قبل مدة المندر روح لك يفرش كرام احنا بشيمنا نضيف العناي لشان ما يوم ضيفنا السوالف ايش حتشايا بطبعنا وما نزل لسان ولا بينا لبحك شي همش تهمش ما ننقل حكي من هذا قال وذاك اذا واحد نجح بالنقل صح وغش ولا بينا طبع ننسى يدق الباب لو نطلع عليها ونطرد الطارش ولا عفنا الحميه بوقت فيه الموت عط ركبه على ركبه وقاعد يرمش ولا عفنا العراق يصيح لحظ الغوث ومشك من احضانه اللي يريد يطش حتى طيرها النش ما تروح بعيد ما ترضع لغير اشجارنا تعشعش حرمون اش كثر حتى طيرها النش اش ما تروح بعيد ما ترضع لغير اشجارنا تعشعش حرمون اش كثر بس كل هذاك الضيم ما لاح الكرامه ولا قدر يخدش مملكته هشاشه وقلعتين البوه مو بالجندي بالخوذة نقل الكش أنكيدة سنة خنبابة سد الماي بس ما نزل رأسه وطاح قلقامش ما يعقل يظل واقف بحسرة ماي أكو شف وفرات وادم متعطش عراك سلاح واقف ضد اللي عادوك اللي يقول لك أضرق قلب المشمش شكرا شكرا جزيلا للشاعر المبدع وسام البصري لأجل سلامة الإنسان صرنا لأجل سلامة الإنسان صرنا نؤسس عالما يهب السلام لنرفع عن دموع صابرات جراما ثم نطلقها حماما سلام سلام للذين تأملونا شبابا يافعا ترك المنام رجعنا من حروب دمرتنا وفي شغفات انتشر اليتامى كبرنا من معاناة وحزن إلى أن فتحت روح الخزامى أقول وقد مضيت إلى أمام سأبقى الحرة أبتكر الهيامة وأبعث للعراق صفاء روحي ليكمل في السنة بدرا تماما أيها الأحبة مع كلمة أخرى للوجبة المسائية من خريجي قسم الدراسات القرآنية واللغوية يتفضل بها الطالب السيد نصير السعبري لنستمع إلى كلمته سابقيه بتصفيق حار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق أجمعين، وحبيب إله العالمين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وجاء عن الإمام الرضا عليه السلام: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. فالشكر فريضة النبلاء وعبادة الأحرار وسلم المخلصين وخلق الكريم. ونحن نقف هنا اليوم لنحصد ما زرعناه ونفتخر بما أنجزناه. لا بد لنا من شكر كل منعم كان له الحق والفضل فيما وصلنا وتوصلنا إليه، عرفانا منا للمعروف، وثناء منا للجميل، وتقبيلا منا للأيادي التي كانت السبب والمسبب في هذا النجاح. وأول الشكر ودوامه هو لله عز وجل، لأنه هو المنعم الحقيقي بما أنعم من نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه النعم أولها العقل، ثم الإيمان، ثم العافية وطول العمر. فلولا مشيئة الله لما كان أحد منا ولا كنا لنقف هنا اليوم. فله الحمد وله الشكر وله المنة جل جلاله. ثم الشكر الكثير لصاحب الولاية العظمى الذي لازلنا نعيش عبق أنفاسه الطاهرة في كوفانهم وغريهم، لنستمد منهم العزم والقوة والحياة. سيدي ومولاي أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم الشكر للأب الروحي وهو المعلم، والذي يتمثل اليوم بهذا الصرح العلمي الجامعة الإسلامية بمؤسسها والقائمين عليها وأساتذتها، بل وحتى عمال الخدمات فيها. ثم الشكر لمن لولاهم ولولا دماءهم الزكية ونفوسهم الطاهرة الأبية لما كنا هنا اليوم، حشدنا المقدس. ثم الشكر لكل من عاش معنا تلك الأيام بحلوها ومرها، أخواني، أخواتي، الطلبة الأعزاء، الزوجات، الأخ والأخت والصديق. ثم الشكر أبعثه من هنا إلى من في الجنة، أبي العزيز وآباءكم أجمعين. أبعث لك هذه الكلمات وأنا حائر كيف أبدأ رسالتي، أو أتخيل أو أتصور ماذا يختلج في صدري، أو ماذا أريد أن أقول لك. أهي رسالة شكر أم عرفان أم تقدير؟ وأي شكر وأي عرفان وأي تقدير؟ وقد جعلك الله سببا لوجودي، ماذا أكتب وأنت أبي؟ أبي ما أعظمها من كلمة، ما أن أنطق بها إلا وأشعر أنني غارق في الخجل، مطأطئ الرأس، ساهم الطرف إجلالاً وإكباراً واحتراماً. فرحمك الله وجعل الجنة مثواك، وحفظ الله الحاضرين. وأخيراً ختامه مسك، شكراً للأم. إلى من الجنة تحت قدميها، والأرض بعطفها، والوجود بحنانها كله جنة،
وهل يوجد شبر في الأرض لم تلامسه قدم أم؟ ففي كل يوم يا أمي أصبحت أدرك أكثر وأكثر هو لماذا جمع الله بين طاعته وطاعة الوالدين، والسبب هو أنه لا يوجد أحن علي وألطف بحالي بعد الله منك. فإليك وإلى جميع الأمهات، يا من كان لها قدم السبق في ركب العلم والتعليم في صغري، إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، إليك أهدي عبارات الشكر والامتنان إلى الإنسان التي ربتني في صغري وعلمتني وأحاطتني بحنانها، والتي دائماً وأبداً أجدها بجانبي في أزماتي، إلى أغلى من عرفها قلبي بكل الحب أهديها كلمة شكر، وأهدي لمقام يدها السامي قبلة لعلي أكون قد بلغت الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، مع الشعر أيضا، مع الإبداع، مع الكلم الجميل، مع الشاعر العراقي المبدع وهاب شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباركة وتهاني لكم وأنتم تتخرجون في دفعة جديدة من جمال العراق وبهجة العراق في هذا الزمن الصعب. لمن تكرار تجربة الفراق؟ لمن تكرار تجربة الفراق؟ على عرش النبوة كم عراقي نودعهم على نمط قديم، ونذرفهم على نفس السياق. لمن تكرار تجربة الفراق؟ على عرش النبوة كم عراقي نودعهم على نمط قديم، ونذرفهم على نفس السياق. صداهم في المقابر كالمعيد، تغردهم فساتير المعاقي، كسبلة تهاجر من جفاف على مضض لتشتعل السواقي. هذا يوم فراق لو يوم التقاء، هذا يوم فراق لو يوم التقاء. ودر بالنسيان ناصب لكمين سود الشمس اختفاء، ودر باكر كل من يروح طريقه وكل من يدور ولاء، ودر باكر كل من يروح طريقه وكل من يدور ولاء، ودر راح اذكر ودري راح اتذكر ايام المحبه، ودري تنسيني الوفاء، ادري بس الورده ظلت منك بدفتر حسابات العزاء، ودري استثمالك الدمع بكتب حب النساء. هذا يوم فراق لو يوم التقاء. العريف يقول يا دوره مصابيح العراق، هي فعلا بس على كتاف الفراق، خبحي المشبير أخلص وابدي طابوقة بناء، خبحي المشبير أخلص وابدي طابوقة بناء.
هذا أول شيء فراقك، يعني أزمة كهرباء. هذا أول شيء فراقك، يعني أزمة كهرباء. وراح أدور عن وظيفة، يعني راح أتعين برتبة عراقي يدور شوي. خوف حلو كبير أخلص وابدأ طابوكة بناء. هذا أول شيء فراقك، يعني أزمة كهرباء. وراح أدور عن وظيفة، يعني راح أتعين برتبة عراقي يدور على الكبرياء. احنا ولد الضيم ومن الدمعة من تكتب رثاء، واحنا هاي لما كلها تعوف كل شيء وتنتخب بس كربلاء. استاذ رسبنا بعد بينا وحس نشتر البقاء. استاذ طيني
25 الله ما شم ريحته من زمان سوي لي سهله هاي سهله يلا سوي لي الله وهو بيتعلم بس على الخمسة أنا الذي باك الأعمى حاشته أقالك بيت ما حافظ الفيفا العراقية اختارتنا مدرب وانا بصفتي مدرب راح اختار لكم الفريق اللي تلعبون وياه وانا اختاريت لكم فريق البرازيل من العب؟ ليش بابا بتلعب؟ انا اشجعهم بابا وزر تلتح سهلا يا نبي انت تدخل الفريق اشجعه قبل قليل؟ لا حقك والله حقك غير نلعب ويا اسباني ما العب ليش بتلعب؟ ما ربحت اسباني بابا انت ساعدك انت اذا صارت رمية شلون اقول له رمية بالاسباني؟ بابا انت حكم انت حكم اسكت ما نلعب بدله نلعب ويا السودان في الساعة بالتسعة بالليل ما العب ليش؟ طفت الكهرباء وين اشوف؟ بابا يبينون من استونه ومن استونه ما نفرج فين العب؟ يلا اختار ويا من نلعب بعد يلا ويا من فاضي ايه نلعب وين العب؟ بابا احنا العراق احنا مصر هاي انا عقيل بابا انت مصر ولا سوري؟ سوريا مو من مصر؟ لا بابا انا من مصر صح سنه ايه صحيح محافظة من مصر بابا اسكت بابا اسكت سوريا دولة واحدة اسكت بابا يا ولد ويا من نلعب انت بتعرف كابتن ايه نلعب ويا الصين وش معنى الصين؟ غراضهم موجودة ببغداد صحيح نلعب ويا الصين يا ولد اريدكم ويسود بالملعب راح نلعب ويا كلاب لك بابا اسد بالملعب اسد يعني سبع سبع اريدكم تبيضون وجهي لبابيخ بابا تبيضوجي انا امكياج انا لا الصالون بطره وضح وضح العفو العفو شرطه شرطه يا ولد هسه راح اوزع عليكم المراكز انت هجوم ما لا ليش تلعب ما جايب سلاح لك بابا هجوم بالملعب شو السلاح وضح يا كابتن وضح انت طويل انت تفضح طويل انت ايش بدك تعرف لك بابا تفضح كل يوضح قلت له بحياتك والله ما كلا بابا كيف وضح كيف وضح كلا كلا حبيبي انت دفاع انا بالمغاوره لك بابا دفاع بالملعب مركزك دفاع سهله وريدك تقوى ما قوى ليش ما تقوى عشان شغل الهجوم لك بابا قصدي لو فرجت بالطوبه تقوى طلع حرام ليش انت حارس حارس ايه عماره لك بابا حارس بالمامو ايش قد رابط ما لي انا حارس بالمامو ما لي ولا جول طبعا وحيد طبعا واحد حارس واحد بابا طبعا اشتغلتي انا مو قلت شوطه فانيلي هذا شنو شو هذا شنو فانيلي شنو يعني لا بابا يعني دريس ازي دريس ما وضحت ما زين تعال تعال انت وين وضحت شنو هاي هاي شنو هاي شنو هاي شنو هاي كابتن وزنك احنا كابتن انت وين رقم انت بعد بالمعامله بابا خطبك لحد دريس وين بابا رقمك يوضح يا كابتن كل شويه اقول لك وين رقمك انت اجيبه واجب بسيط وانت عين ايش قد رقمك 07-8-0 مو هذا بابا مو هذا اسيا 07-8 مو لابس رقمك مال دريس ليش ما لابس رقمك انت؟ انا لابس شورت فاني وين اللعب؟ يا ولد ايش وقت انت؟ باللعب واحد شو رايك؟ واحد واحد يا ولد راح اقول لكم تدريبات الحره اذا صارت عليكم ضربه حره شلون توقفون؟ سهل بابا دع تلعبون حديد انتولك يا ولد حره تاخذ كلكم صوره يا ولد حره يا حاولين ايجي وراح تصب باللعب شلون ميكم انتم؟ نلعب شوب لك بابا حره انت تم
انا سهله خشا تعرف ترمي؟ شو ترمي؟ هيك اسحب اقسام ورا دي 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 يا ولدي بس متفقين انا بدكم مسؤول هسه قبل اللعبه حمار حمار يلا برنامجنا المعد، وهذه الفقرة هي سؤال وهدية، لذلك سنسأل الحاضرين ومن يجيب سيحصل على
هدية متواضعة. السؤال الأول: ما هي المادة التي كتبت بها شريعة حامورابي؟ ما سمعت الإبراز؟ الإجابة صحيحة. تفضل مباشرة استلم هدية، حتى خاف بعدين ما نطيش اياها. السؤال الثاني: ماذا يسمى آخر بيت في الموشع؟ محمد سعد. أحسن. أول كتاب في علم الجغرافيا؟ ما هو اسم أول كتاب في علم الجغرافيا؟ سيف سمعني. أحسن. لدينا أسئلة كثيرة وجوائز معدة كثيرة أيضا، ولكن بعد أن نستمع إلى شعر جميل وشاعر أجمل مع الشاعر العراقي الجميل المبدع محمد السيد عايد، نستقبله بتصفيق حار. الحضور الكرام، السلام عليكم، ألف ألف مبروك تخرج يا ربي بالتمام والعطاء والموفقية. بس فدوة رحت لك الهدوء حتى أكون أنا بخدمتك. إلى أكبر جندي في الحشد الشعبي الذي يبلغ من العمر 16 عام من العامرية رحمه الله، قبل أن يذبحوه قالوا له: من أنت لكي تحمل السلاح؟ فقال لهم: مهرة تبقى كوني كلها بس خيال، مهرة تبقى كوني كلها بس خيال، وانا خيالها وبكيفه بيها على جربات عبد الواحد وشعلان، عندك الضم كسرة بيدي رشافة خليها، انا الهديت واني يصفى مني الماي، شلت حرورة حتى الشمس تشويها، انا مع الملفشك مهرة تبقى كوني كلها بس خيال، وانا خيالها وبكيفه بيها انا ترباط عبد الواحد وشعلان، امنك الظ تبقى بيد رجافه خليها، انا الهديت واني يصفى مني الماي، شلت حرورة حتى الشمس تشويها، أنا معلم الفشك يعبر السابع طيف، زواغير السواتر أندلش فيها، ما طقل يجيني من الظهر مختار، أنا معلم أحضر يلا سويها، التبقى بمتحف اللوفر الجد تعود، التبقى بمتحف اللوفر الجد تعود، لها الساتار شف الطرف سرقيها، بدوي بدوي منها تشفق الغيمة القاع، وسوى مدردهد عليها واطيها، من الديوان حزن شندت بعقال، تبقى بمتحف اللوفر الجد تعود، لها الساتار شف الطرف سرقيها، بدوي منها
نطب عليهم التقب التقب وخافوا هناك حرموا من نطب تهدل تراجيها زود النخلة لشات لها مو للحاش زود النخلة لشات لها مو للحاش لا تقشمرنا وضوقنا برحيها طعمها بشفتموها السمنها بما كان جبتك بيه يتوسل وانطيها ثايا معلقة زود النخلة لشات لها مو للحاش لا تقشمرنا وضوقنا برحيها طعمها بشفتموها السمنها بما كان جدك بيه يتوسل وانطيها ثايا معلقة على القمر وقت الليل ترى بسوح المراجل انا عاليها انا بزل في الشمس حطيت يدي تذكار جد الرد انا بكيف فرق بيها بعد من ظهر ابوي وعاشق التابوت انا بزل في الشمس حطيت يدي تذكار جد الرد انا بكيف فرق بيها بعد من ظهر ابوي وعاشق التابوت شرف من نرد اموت وقاع يحميها امر رب الجلاله وقال له جبرائيل باسم الحشد هاي الجنه سميها ختاما لوحة قصيرة يوجد امرأة فقدت ابنها فرحلت إليه في اليوم الثالث فتقول له ما بي انتظر كل نفس راح وياك ما بي انتظر كل نفس راح وياك وحرورة صفن توجد بهم من شل غربلت النفس خاطر اشم هواك مثل مكفوك حتى الهوى هم والشل اغازل صورتك كل ما يمر قاضيك او تحت في النفس بالليل اتختل ادور بالدروب بلكت نفس موجود منك وبغيابك كل نفس ينمل انا حنيت لك ما بي انتظر كل نفس راح وياك ما بي انتظر كل نفس راح وياك وحرورة صفن توجد مهم من شل غربلت النفس خاطر اشم هواك مثل مطفاك حتى الهوى هم والشل اغازل صورتك كل ما يمر قاضيك او تحت في النفس بالليل اتختل ادور بالدروب بلكت نفس موجود منك وبغيابك كل نفس ينمل انا حنيت لك بس ما لقيتك جاي النوارس من تحن بس الجرف تندل ترى فرقات لو مرني الهوى يشيب او ترى فرقات نشف الغيم اذا مبتل وعاين ظلي والقى شاريت او حسيت راح ظلي يدور عنك ويسال المفارق ابن المفارق ابن عند البلاقى امام وساعة شوفتك عند اعظم خير سلامتك شكرا لك ايها الجميل أيها الشاعر محمد السيد عايد أيها الأحبة سؤال من هو أشهر مؤرخي العصر العباسي عاش ليك وتعال خلاديك ماذا تعني كلمة أتكيت؟ كرارة بالكافتريا حبيبي شنو؟ عاشتيلك تعال حبيبي عملنا بالكافتريا على النحق هو اختصاص أتكيت سؤال آخر ما هي أقدم عاصمة في التاريخ؟ سيد حازم تفضل إجابتك صحيحة دمشق أي
أيها الأحبة، لدينا فقرات عدة ولدينا وقت محدد أيضا، لذلك سنرمي أبصارنا مرة أخرى إلى الفن وإلى أنامل المبدع الرسام الشاعر محمد أمين. Thank you.
هكذا إذن هي رؤية الفنان الشاعر لفناننا، يستحق منا هذا الشهيد المغدور، هذا الأستاذ البارع الدكتور أسامة النصراوي، أن نقف له إجلالا ونقرأ سورة الفاتحة لروحه الطاهرة. سأقترح الحديث على هدوء مع المحبوب، مع المحبوب حيث القلب سالى إلى كم أنت تصبر والضحايا على خديك قد نسجوا جبالا، تموت حمامي وطنا ذبيحا أذوب لأجل نهريه امتثالا، أنا استنباط حكمة عاشقيه ذو في الحب حلا وارتحالا، تمادى تمادى بين أغنيتي وحزني حديث كان يملأني احتلالا، وكنت إذا اشتياقي زاد حدا أكبر للعراق أرى بلالا، وكنت إذا عطشت أرى بلادي جداولا من جنينات زلالا، فما أودى بأحلى أغنياتي وأيتم في الهوى قصصا طوالا، لأن العيش في وجع وصبر عراقي سيقتطف الكمال. أيها الأحبة، أيها المحتفون بتخرجكم مع الصوت الجميل والكلم الطيب مع الرادود الحسيني المبدع السيد حسين الحلو، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. النور والإيمان بقلبه صلى على محمد وآل محمد. أستاذ ضياء، أول ما قال الصلوات ممنوعة هنا شفت ليش ما في صلوات؟ جوار علي بن أبي طالب، هذه الصلوات تصل إلى حرم علي بن أبي طالب بأعلى صوتكم. أسأل الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. خما مسا علينا جماعة الدور، السلام ما أسمعك جماعة الدور حمودي. لاختصار الوقت فدوى أرفقكم ليلة اللي عايش يدور عمل بالنص قاطع الهواء والماء اثنيناته، ليل العشي برمشك يا ترى فتروح، ليل العشي العشي رحمة على الحمزة ستة، ليل العشق يمشك يا ترى فتروح، يا اجمل بشر فيه تفل ساري، ليل العشق يمشك يا ترى فتروح، يا اجمل بشر عطرك عطر جنة ولونك أجمل لون،
شفافك عسل اي عطرك عطر جنة ولونك انا لونك اجمل لون شفافك عسل تجري من الحلات اللي اقول للبشر ما صح لك ما صح لك ثاني يا الحسنك تسمع لو لا اطلع لك هنا والله ترى يا الحسنك يا عادل الف يوسف صار يا الحسنك يا عادل الف يوسف صار يا يوسف الزهر ملكت ملكت وجدان سكتوا ليش؟ إذا ما حد يسولف أقراها. عاشق والله أنت معلقيش أنا عاشق عاشق هو حجر هذا شو رايك على الدور بعد روح لا تقول فيها والله حسين اذا ما طلعت حسين خدمتك يعني انا حكيت اول بدايه خدمتك يعني عايش يقول احد بعد عيون الناس مشبوحه واخاف عيونها تحزن كل طرت فجر اقرا عن العين المعوذات وعسى عين تصدرم بحل والله يا ريت بس تسمع الاخيره وتروح انا قبل اياتيك والله اذا كنت غلطان انا كنت انت هو تاج راسنا والحسين راح اقرا له كل احنا اللي قاعدين كبير صغير سيد عامي كل احنا نكون بخدمته عايش يقول احب علي عيون الناس مردوه عايش يقول احب علي عيون الناس مشبوحه واخاف عيونها تحزن كل طرت فجر اقرا المعودات وعسى عين تصدرم ده حل طولة حبيب من الجنة من الراس صف معدن وكله ولا ما عنده عم حبيبي أنا حبيبي حبيب السلام حبيب اسم العراق العراق او بي انا وانهار وطول السنين اتسوى وسبت قالوا لي
قالوا لي بعدك تحب لا شك يتهيل قالوا لي بعدك تحب لا شك يتهيل والعين تنثر بقت لجن العشق شنو ليلة صدقني من العمر لا 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 صدقني من العمر لا تبقى بس حبك يضلني تماهل من القيس يا حسين حبك كبر وبقربنا احكي يا حسين اطلب يا دليل يا دليل وقت من وخذ اسرار حبنا اطلب يا دليل وقت من وخذ اسرار حبنا وقت من جماعنا بحب محمد انجمعنا بحب نبي جمعنا على الضاف الضاف الولاية الحيدري أنا راح أقرأ هاي المقطوعة الأخيرة للحسين وأهديها ثوابها للأخ اللي طلع تاج راسه الله يحفظه أنا كنت خلت أقول صلت على الكروح صلت عليك الروح في لوح العلا شوي هدوء في الوقت لك تاج راسك انت شوي هدوء على حب الحسين هدوء صلت عليك والبيت صلى في واقع المسجد لك يا حسين لك يا لا 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 حسين لك يا حسين الصدق غرد شنطنا والعرش نادى والعرش نادى في حروف الفرقة ولد الهدى لك يا حسين لك يا حسين الصبت غرد شنطنا والعرش نادى في حروف الفرقة ولد الهدى بالرحم أطهر كوكب من فاطم من فاطم الرسول محمد شباب حسن العيال اللي فوق شو؟ أريد أي والله ولا لأمير المؤمنين يرفع يده هسه بس تربطونا من الحفل هالهولة من الشباب واللي والي علي الكل شارك بالصفقة واللي والي علي صفقونا انت
محبوبة من الحفل هالهولة. كما صمتوني واللي والع على صدوله او يا معالي الكرار المثل ايش يقول لي يحتش فيها؟ ما الصف الفيز؟ هسه بعد اثنينات الفدوى اعرف لك. حالات القصيده والله ما رفعت ايدك، شو نقول؟ ابو علي 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 الله علي علي حب علي عداله ذكرى علي عداله علي 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 الفوشة هي حي الله اللي شاف
وما عندنا حكومة. ما طرق على ريس ولد السوق كل مظلوم وانتخبه. على ريس ولد السوق كل مظلوم وانتخبه. على ما حصل الأصوات بالتزوير حصلها على التعب. لا حصول معلومات ولا ترس الحيطان ولا أحمد. لا حصول من فاز وصبح مسؤول ما زد شارعه ما زد شارعه. كلكم حجيتكم ومسان ياخذوكم. من فاز وصبح مسؤول ما زد شارعه وصبت يتتعفف من الناس وقبل بيته فتح قلبها خوتها. مسؤول مثل ما يقولها الرئيس هذا الرئيس هو بصوم على الحيطان. الرئيس هذا هو بصوم على الحيطان. الرئيس هذا الرئيس عذرا من الإطالة عذرا من التقصير. شكرا لله حبيبي الغالي عظيم الحفل ويا رب العالمين الله يحفظه فاستقبلوه وحيوه ببركة محمد وآل محمد. شكرا للرادود الحسيني المبدع السيد حسين الحلو. ايها الاحبه